ثلاث أدعية لا تنسوها في السجود. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى إذا نويت نشر هذا الكلام انوي به خيرا، لعل الله يفرج لك بها كربة من كرب الدنيا والآخرة. وتذكر أخي الحبيب، افعل الخير مهما استصغرته، فلا تدري أي عمل يدخلك الجنة.